الفينما ديالي. مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من أمام إدارة الجمارك، بحيث كيف ما كتعرفوا بسبب هالظروف ديال كورونا وبسبب هاد الحدود اللي تغلقات، وأيضا الديوانة محبوسة، ما كاينش بطوات، ما كاينش دخول، ما كاينش خروج، العديد من المهاجرين المغاربة ما نقولوش حصلوا هنا، ولكن السيارات هم اللي بقاو هنا، لأن السيارة كما كتعرفوا في القانون انها ما خصهاش تبقى اكثر من 6 اشهر في السنه، و 6 اشهر خاصها تعاود تدخل لاوروبا، عاد يعاودوا يطبعوها في السنه الجديده، الا انها الظروف الاستثنائيه دارت ايضا قوانين استثنائيه. معنا احد المهاجرين اللي غيعاود لينا على المشاكل اللي وقعت لهم خلال هاد كورونا من يبقاو هنا وكيفاش مشاو. السلام عليكم. السلام عليكم. تبعنا معكم، كنتو كديروا وقفات حدا القنصليه، بعدا مشيتوا ولا ما مشيتوش؟ مشينا، الناس مشاو دابا، الناس الحمد لله الناس تفكوا، الناس كاع اللي كانوا حاصلين كلهم دازوا، كلشي مشاو. دابا حنايا جينا هنايا قدام الجمارك، الديوانه ديال الدار، دابا حنا قدام الديوانه ديال الدار البيضاء، ديك الناريات زادوا نص شهر على حساب كوفيد، ودابا عاوتاني راه ما معلقين اعلان غيزيدوا 6 شهر. دابا حنا بغينا نعرفوا هاد البليزير، هاد الخير اللي داروا، واش الحكومه ولا كورونا؟ هاد كورونا دارت فينا خير، هي نورمالمون الطوموبيل ملي كتكمل 6 شهور خاصها تخرج برا، ودابا مع هاد كورونا وليتي كتزيد، كتجي عندهم هما كيزيدوا لنا 6 شهور. هادي المشكله الاولى. المشكله الثانيه، حنا عندنا مشاكل، شنو هما؟ هي الطوموبيله دابا ملي السيد كيدير 60 عام عاد باش كيقول لك خصو يدون الطوموبيله، الا دار 60 عام راه خصو يدير ليكوش. تيدي وصل 60 عام عاد باش يدير ليكوش، عاد باش يدون الطوموبيل، علاش ما يعطيوناش ندونوا حنا قبل تكون عنده 50؟ 60 عام يدير ليكوش، عيا 60 عام الانسان. ايوا اسمع لي، حنا كنقولوا الصراحة. ثانية، الطوموبيلة ديال الطاليان هنا في المغرب كتخلص لا سيرانس 2000 درهم، 3 شهور ب 2000 درهم. والطوموبيلة ديال المغرب كونغو 3 شهور كتخلص 8000 ريال. واش حنا إسرائيل؟ حنا باغينا غير بقاو يجبدوا منا غير الفلوس، أنا ما فهمت والو. ثالثة، الناس كاين اللي كيموتوا في الطاليان، إلا مات شي واحد. نهضروا بعداك على لاسيرونس ديال الطوموبيل، دابا كيفاش شحال كتخلص في العام دابا 6 شهور اللي بقات مثلا مع 6 شهور شحال خلصتي لك؟ دابا هاد 6 شهور خصني نخلص فيه أنا 4000 درهم، خاصك تخلص 3 شهور ب 2000 درهم و 3 شهور ب 2000 درهم، والطوموبيلة ماتريكي المغرب كتخلص 8000 ريال. لا يعقل، والطوموبيلة ديال المغرب كتخلص 8000 ريال، لا يعقل. دابا بحال دابا أنا غنضرب دابا 6 شهور خصني نخلص 4000 درهم. 3 شهور ب 3000 ب 2000 درهم و 3 شهور ب 2000 درهم. واش تزيد عام خاصك واحد 8000 درهم؟ خاصك 8000 درهم. وعلاش الطوموبيل ديال المغرب؟ واش حنا اسرائيل؟ حنا راه مغاربه، حنا ملي كنا كنجيبوا الفلوس، دابا حنا يديروني عير. انا مثلا نعطيكم واحد المثال، انا عندي واحد البقره، اعطيها التبن تعطيك الحليب والعجل. حنا تهلاو في الجاليه المغربيه، راه جابوا لهم العمله الصعبه، جابوا لهم خلاوهم جابوا، ولكن يتهلاو فيهم، ماشي حنا يديرونا بحال اللي ما كنسواو والو. ثالثا، كما هضرت لكم على الموتى، دابا انا متي حتى في الطاليان، انا جيت نهار السبت من الطاليان على قبل الطوموبيله، جيت نهار السبت جيت ب 30 اورو، كون مت في الطاليان يجيبوا لي 3500 اورو، هذوك الحياه كيطلبوا بينا في الجوامع عباد الله، والقانون كاين، وانا دفعت الشكايه للوزاره ديال المهاجرين وشدوها، ولكن ما نفذوهاش. هذه المشكله الثانيه. الثالثه، الناس المهاجرين راه مقطعين في الطاليان، راه لا حول ولا قوه بالله العلي العظيم. واخا القضيه ديال الموت كيفاش فيهم ديالك؟ والميت ملي كتجيبوا للمطار ديال محمد الخامس تعشر عليه، تخلص 3500 اورو، وملي توصل للمطار تخلص تعشر عليه. انا بغيت نعرف علاش ملي جيت انا ب 6000 ريال فسميتو جيت ب 6000 ريال في الطياره؟ جيتي انت حي. وملي كتموت ملي كنموت كتولي عندي قيمه، وهذا الشيء راه الوزاره راه في راسهم، وصيفط لهم برا وريحت معاه في الطابله، ولكن لا ملي حرك ساكن، هما كل شيء غير السكوات، ما كاينش. المهم المهاجرين ما كاينش اللي كيهضر عليهم. وكيفاش كيطلبوا بكم بالجوامع؟ ما فهمتش. كيطلبوا بحال دابا مات شي واحد في الطاليان، خاصك تمشي هما يا عندهم، هما يا الدوله عندها الرباح باش ما تجيب، باش ما تجيبكش على حساب، على حساب الحساب ديالهم هما، لحقاش هما مخرجين القانون. ولكن ملي كتصيفط لهم شي برا ولا شي ميساج ما كيتسوقوش لك، خاصك كضر العائله ديالو، كدور في الجوامع كيعطيهم الحياه، كيبداو يطلبوا راه فلان مات، راه انت دابا هنا في المغرب يقول لك راه فلان مات صيفط لهم 50 اورو، هذوك الناس اللي كيتفرجوا تقول لهم راه فلان مات يصيفط لك 100 اورو، هما كيستغلوا الطيبوبه ديال المغاربه.
هذه هي الاولى، ولكن هما راه هاد المهاجرين ما يديروا معاهم واحد راه مسي صوب التليفون قال لي خصوب لي التليفون الله يرحم والديك خوك راه مسكين من الطاليان، حنا ولينا مساكين. انا كنهضر معاك راه كاينين الناس مدخلين مليار، انا الخلطه اللي درت في حياتي دخلت المغرب، لان ما كاينش اللي كيتصنت لك، ما كاينش اللي كيتصنت لك. هي هي اللي هضرتي معاك يقول لك عطينا تعليمات، عطينا تعليمات، ولكن دابا حنا كنشكرهم لان زادونا ست شهور، ولكن هاد ست شهور اللي زادونا واش زادت لنا الحكومه ولا زادت لنا كورونا؟ هادشي اللي كنقول انا. والسلام عليكم. صافي هادو هما المشاكل اللي عندكم اللي بغيتي توصل، شنو دابا الطلب ديالك؟ شنو رسالتك؟ الطلب ديالي خاصك اي مهاجر اي حاجه بغاه خاصو هو الاول، كتمشي عندهم كيقول لك لا حنا ما عندنا ما كاين لا مهاجر لا والو، بحال دابا مثلا زاد عندك شي ولد في الطاليان خاصك تمشي تدير له ورقه الخلق من الرباط، انا زيد في الدار البيضاء ولدي زاد في الطاليان زيد مثلا في روما، خاص روما القنصليه ديال روما تصيفط لي الوراق ديال الدار البيضاء، الا بغيت ورقه الخلق نشدها من الدار البيضاء، ماشي نمشي الرباط نخسر عليها 10000 ريال باش نجيب ورقه الخلق، ورقه الخلق كتسوى درهم. واحد جاي من 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 الاكادير من مراكش خاصو يمشي حتى للرباط باش يجيب ورقه الخلق باش يصاوب الولد الوراق في المغرب. واش نتوما كمهاجرين كيكون عندكم تواصل مع الوزاره المسؤوله مثلا؟ الوزاره ولكن هما واخا تمشي لهم راه عندي انا مكالمات تهضرت معاهم صيفط لهم شكايات اي حاجه صيفط لهم ما كيتوقفوا. عاوتاني مشكله اخرى مشكله ديال الباطو، دابا مخلين الباطو ديال الطاليان بوحدو ديال غزاوه، سمحوا لي دابا هذه نقطه مهمه، الباطو ديال غزاوه علاش ان خلاو باطو بوحدو عصابه ديال بوحده كتم جايه في الباطو كتوصل لبرشلونه كتهودي كتلقاي الباطو ديال الطوموبيل ديالك مبقشه، والسلطه ديال طنجه في راسها هاد المشكله ديال الباطو عباد الله، هذا راه اللهم ان هذا منكر في راسهم، كتم جايه في الباطو كتوصل للسبانيول برشلونه كتهودي كتلقاي الطوموبيل مخوشفه، داونهم الناس كيجيبوا معاهم فلوس خازنوا في الطوموبيل كيديهم الفلوس، ملي كتوصل لطنجه ما كيتسوقوش لك المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة كي المهم فور كونفيونس ملي كتهضر معاهم البوليس كتهود كيقول لك هي راه في راسنا ولكن علاش ما يحركوا الساكن ديالهم؟ دابا الباطو بقى بوحدو ما معاهش كونكورينت أنا طلبوا لي 9000 درهم طوموبيلة وبلاصة ألي وروتور شحال؟ 9000 درهم دابا خدامين الباطوات؟ إيه خدام باطو ديال الطاليان ديال جنوفا واحد بوحدو خدام كيجي من جنوفا تالي؟ كيجي من جنوفا كيجي من جنوفا لطنجة بوحدو ديال غزاوة لأن بقى بوحدو تهضر يديروا لك يديروا لك ورقه كحله باش ما تبقاش تطلع خاصك لطلعت الا طلعتي تسكت ما تهضرش. الجزيره طنجه ما كاينش وكاين من جنوب طنجه. من جنوب طنجه كاين 9000 درهم حتى 10000 درهم. وما تهضرش الا هضرتي يديروا لك لائحه كحله ما باقيش تطلع. علاش يقول لك علاش تقول حتى الزياده ولا شي حاجه يقول لك. طوموبيلتك تقدر؟ طوموبيلتك تقدر في الباطو 9000 درهم الي وروتور 10000 درهم. لان خلاو باطو بوحدو علاش ما يديروش باطو اخر باش يديروا كونكورينس باش المغاربه يتنفسوا. كيدير الدعوه عندكم في الطاليان تما؟ الدعوه الناس راه انا يلاه جيت انا السبت الناس محنين ما خدامين ما ردامين معاونينهم لان دابا هذاك سالفيني كتقولوا انتم سالفيني ما سالفيني سالفيني دار فيهم بليزير عطاهم واحد كارطة هذيك معاونه فيها 1000 اورو 800 اورو 1200 اورو الناس هي باش عايشه المهم هذيك الكارطة ما تيريش فلوس تمشي تقدم لنا تقدم هذاك الشيء اللي بغيتي هذا هو الحل الزوين اللي دايره مع الطاليان لان دايره لهم رد بالاعتبار وكيقدروهم باش ما يخليوكش تمشي تبقى تموت بالجوع ولا تشرد ولا 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 راكم عارفين.